بعد اليوم ما فيك تكون حبيبي، والكلمات لو ما بتمحي الأمل. هالكشمات مني صارت قريبي، والدمع فكر بلحظة فشل. يا طيور الغابي إلي لقلب خريفي، ويا وديان ردي صوت الحجر. بعد اليوم ما بقبل كون سجيني، بعد اليوم في شي في كسر. بعد اليوم بذكر في ناس حبوني، وبعد اليوم بذكر أول لقاء. بعد اليوم بردت لهفة قلبي، واللي كان عايش وانقتل. بعد اليوم ما في رجع ماضي وانسى، ورجع لعيوني الامل. هالنشمات مني صارت قريبي، والدمع فكر بلحظة فشل. يا طيور الغابي إلي لقلب خريفي، ويا وديان ما بحياتي رهنت على حلم إلا وما ربحته، مع إنه عندي كل المعطيات اللي بتخليني أربح الرهان معك، بس بضل عندي خوف إنه يصير شيء ويغير المعادلة وأخسرك وأخسر كل شيء. هلا هي مش الربح والخسارة دايما موجود، بالشغل، بالحب، بالحياة، وحتى بالصداقة. يعني ما فيك تطلب الحماية والضمانة من شيء ابدا، ما حدا بيعرف شو مكتوب له. انا بهمني تحمينا منك، لانك نقطة ضعفي. حصان طلع بعيوني، طلع فيهم منيح، بتلاقي الغيب والمجهول والمستقبل ناطرينك فيهم. بس انا ما فيي اطلع بعيونك، لأنه هني كمان نقطة ضعف. الأكل كان كتير طيب عن جد. إيه؟ أنتوا هون؟ إنه كنا هون وفلي، لو عارفينك جاي أنت والمدام كنا انطرناكم. بعرفك على مدام داليدا، مدام داليا، الأستاذ نادر، أصحابي اللي بخبرك على طول عنهم. تشرفنا، مع انه انا ومدام داليا سبق والتقينا بكذا مناسبه، بس كان في بيناتنا مجرد سلام. ايه ان شاء الله على وجه دافيد بنتعرف على بعضنا اكثر. بتعرفي لانه انا قطعت النشاطات الاجتماعيه والمناسبات. بتعرفي وانا مثلك، من وقت ما طلقت معالي الوزير ارتحت من كل هالمناسبات، ما لها طعمه. شو حلوه الحريه. صح. قولي لي شو عم تعملي بهالايام؟ فتحتي جمعيه خيريه، شركه او محل، يعني بس لحتى تسلي حالك بالشغل. بتعرفي شغلتي وعملتي بهالايام هي دافيد، يا ريت تعرفت عليه من زمان، لانه شغل الحالي دافيد. مدام يعني لو ثاقبت والتقيتوا قبل كان صار دافيد بخبر كان. ست داليدا انت جمالك بدمر. ميرسي، كلك ذوق، عيونك الحلوين. تفضلوا رجعوا ناخذ كاس سوا. لا اشربوا كاسنا، مالي نحن ما بدنا ناخركم، ان شاء الله تنبسطوا. داليدا ديري بالك على دافيد. بعيوني،
انبسطت اني شفتكن. اكيد شي ليله منظبطها سوا ومنسهر شي سهره. منظبطها عندي بالبيت. من كل بيت. يلا اورفار. وهيك ودعنا سهر الليل والزيتون انا وحسان. هو لاقى مين يحبها ويكفي حياته معها، وانا ها بعدنا عم فتش على وحده حبها وكفي حياتها معها، بس بشرط تكون حلوه وذكيه مثلي. صعبه. ايه والاصعب تلاقي وحده تحبك مثل ما انا بحبه لاحسان. لك مش هون المشكله، المشكله لاقي وحده انا حبها مثل ما احسان بحبك. كمان صعب. يلا سكروها من كل الميلات، والله مثل ما شايفكم وشايفيننا ما رح حب غير فيفي او على شكلتها لفيفي. ميرسي على الورد مسيو كريم. ميرسي إلك انك قبلتي البيئة، ولو اني بعد ما عرفت اذا قبلتي صداقتي او بعدك عم تفكري. مجرد ما قلت لك اقعد لنشرب قهوه سوا يعني صرنا اصدقاء، وان شاء الله ما اندم لانه الغلط معي ممنوع. بستبعد يصير في غلط بيناتنا، انما المطلوب منك هو المحاسبه، ومن هاللحظه اللي مضى راح، بس اذا حبي تحكي عنه انا مستعد. حكينا عن الماضي سوا وفتحت وراءك قدامي وانا سكرتهم، هلا صارت مسؤوليتك، وانا بعرف إنك ما بتحب تحمل مسؤولية. صحيح، بس معك الأمور بتختلف. نظرتي إليك كمرأة إلها معنى، معنى تاني، وإذا سألتيني شو هو هالمعنى ما رح أعرف جاوبك. كل اللي ممكن أقوله إنه أنت عالم تاني غير العالم اللي أنا كنت عايش فيه، وأنت كمان بعيد كلياً عن عالمي، بس هيدا ما بيمنع اني اعطيك فرصة تكتشف عالمي وانا كمان اكتشف عالمك. مبسوطة حياتي. برني جماله. خلص احسان خجلتني. اسلم لي الخجول. لا أحسن لا، بترجيك ما تجرب معي. أنا ما بقدر أتخلى عن الشيء الوحيد يلي بدي أقدم لك إياه بعد الزواج إذا صار في بيناتنا نصيب. ما بدي أغلط وبعدين لوم حالي. إذا ما بدك يصير في بيناتنا علاقة كاملة خلص مريحتي. حابة بس ما بدي، لأنه إذا صار هيدا الشيء شو بقعد يفرقنا عن نسرين وكل البنات يلي أنت بتعرفهم؟ أحسان أنا ما بدي أخسر حبك، وما بدي أوطى بعينك وصير بنظرك مثلي مثل الكل. خلص مثل ما بدك، أنا ما فيي أغصبك على شيء. ما كان لازم تطلب منا هيدا الشيء. صحيح أنا بحبك بجنون، بس في حدود أنا ما فيني أتخطيها، وأنا هالقد بقدر أعطيك. بترجيك إحسان نحنا ما لازم نتورط أكتر، بترجيك تفهمني. خلاص ماشي، أنا غلطت، أنسى الموضوع، بعتذر منك، ومن اليوم وبالرايح رح ضل معك مثل ما أنت بدك. لا أنت ما غلطت وما في لزوم للاعتذار. طيب حتى ما تزعلوا وأنا ما فيني أزعلك، رح كون كريمة شوي معك. خلص نسرين، خلص حبيبتي، فكري بحالك وشوفي مصلحتك ونسي لي إحسان. شو عامل إحسان ومخبي علي؟ أول مرة بتحكي عنه بهالطريقة. لأن صار مشغول بشي تاني حبيبتي، منشان هيك عم بقلي فكري بحالك وبس. أنت بتعرفي أنا ما بقى يهمني إحسان، راسي مشغول بشي تاني هلأ، بس إذا عم بسأل عنه أنت بتعرفي ليه، فخبريني شو صاير؟ شفته مع وحدة وكان معهم طارق وعم بيتضحك وما عبالهم بال. وما سألتي طارق مين هيدي البنت؟
بس شفتهم برمتوا في الليل لانه مسكر راسي على طارق كمان. اكيد هيدي البنت اللي معه غامره، بنت صديقه امه. ما بعرف مين بتكون بس المنظر بيناتهم ما عجبني. هيدي هي لكان نطرني لابرم ظهري وامشي، هو يمشي مثل ما بدها امه؟ هو الخسران حبيبتي، انت بتلاقي 100 واحد مثله واحسن. رح يندم فيفي، رح يندم. رح يعض اصابيعه ندامه هو وامه. خليها هلا ترتاح وتضحك الست منى. والله اذا بتزبط مع كريم لبكيها دم. خبريه الحلوه انه كريم صار صاحبي معهم كثير وخاصه مع احسان. وانا رح ضلني وراه كريم ليتم النصيب. وبعدين بيصير شغلك انت. المبلغ اللي دفعته لكريم مستعدي ادفع اكثر منه بعشر مرات. بس اوصل للنتيجه اللي انا بدي اياها. هو ما بده يتراجع، بده يضل يجرب ليكسر لراسه. بدفع له اكثر. اذا هالشيء بشجعه بدفع له اكثر. لا لا، هو ما جاب سيره المصاري. هلا المهم تعرفي لي من طارق مين هيدي البنت؟ اذا بنت داليا حرب ولا لا؟ ماشي يا حبيبتي ماشي. برجع بحكيكي فيفي باقرب وقت. اورفوار حبيبتي، الله معك. يلا نازلة. ست منى، إذا عندك وقت أنا حابب أعرف عنك كثير أشياء، عن الماضي والحاضر. ما رح خبي عنك قصتي مع الماضي، والحاضر رح تعرفه لوحدك. نبقى منقعد سوا ومنحكي. عندي حشرية أسألك هالسؤال. تفضل. قديه في هامش انك تسامحي انسان غلط بحقك غصب عنه؟ حسب نوع الغلط. بالنهايه كلنا عنا اغلاط وسقطات وجروحات، وعنا هامش كبير انه نسامح. ما بحب الحقد، بس بنفس الوقت ما بحب الغدر. الغدر عندي خط احمر. تشوف قديه في تشابه بيناتنا من هالناحيه بالذات. وشو لقيت؟ نشبه بعضنا بفرق واحد، بس أنا ما عندي خطوط حمر حتى بالغدر. بسامح مهما كان الغلط بحقي. أرفوار. ده اللي حصل من شهر لغاية دلوقتي. البيت دايما مشغول ومش عارفين نلتم عليه، لا أنا ولا الست مهيرة. خايفين يكون واخد على خاطره من حاجة. بقى عندك أنت تصرفي يا نونا. ما عم بفهم عليك. شو يعني الباقي علي؟ يعني الحقيقة معاه، اضربي له تليفون اطمني عليه، ما تتقليش كده. انا قلت لك اتقلي بس انت زودتيها حبتين عشان خاطري وخاطر مهيرة. شوف الراجل جراله ايه. شو هيدا الحكي احمد؟ شو بدك ياني اعمل؟ بوس ايده اترجاه يجي يسهر؟ بصراحة انا زعلانة منه، قلل من احترامي، فل وبرم ظهره ما عبرني. ما رح اتنازل واحكي. ما قلتش كده، مش تنازل زي ما بتقولي. الأصول والذوق يفرضوا السؤال. هتخسري إلا ما تضربي التليفون وتقولي له ما سألتش عليا قلت أسأل عليك. وسيم بيه يفهم بالأصول والذوق، هلاقيها منك حلوة أوي أوي. ما في غير طريقة إلا التليفون؟ روحي له الفيلا من غير ميعاد. أنت شو عم تحكي؟ هو يا كده يا كده، وأنا بفضل كده. مش هتخسري حاجة يا نونا. هو يوميها بعت لك ورد واعتذر. اضربي له التليفون كده وقولي له وحشتني عليك يا حبيبي. أعطيني عنوان بيته. إيه هتروحي له البيت؟ أنت أعطيني العنوان وما تعتلهم، والباقي علي. قشطة، أنا هديكي عنوان بيته وبيت الجيران وجيران الجيران. وقشطة يا عسول أنت. إيه هيك بتبطل تجي تسهر عندي بالمحل ولا تسأل عني ولا تتلفني؟ بس سوري في افهم شو اللي زعجك؟ وليه زبلني كل هالزبلة؟ ما في شي فيفي ابدا، احسان فاتح مشروع وانا عم ساعده. هيداك احسان كمان نسرين مسكر راسها منه، ولك تليفون واحد ما بيتلفن، ما بيسال عنها للبنت ولا هيك اللي بحابه اللي كان بده يتجوزها. عيب عن جد عيب. طولي بالك فيفي طولي بالك، مشغول الزلمه وعذره معه،
عم قال لك فتح شركة جديدة وعم بيرجع ينظمها عن جديد. خلص طارق، ما بقى تدافع عنه وتدافع عن حالك. تليفون صغير على مصر ما رح ياخذ من وقته دقيقتين. طارق، في شي حتى أحسان بطل همه أمر نسرين؟ ما بخبي عليك فيفي، أحسان أخذ على خاطره كتير من نسرين لما مدت الكونترا وما أخذت رأيه بالموضوع. وبيني وبينك روحي قولي لها إنه كل اللي بيناتهم انتهى، وهذا الموضوع على مسؤوليتي أنا. ليك طارق، نحن من الأساس كان اتفقنا نقضي مع بعض وقت حلو نتسلى، ما في حب ولا غرام ولا زواج، صح؟ طبعاً صح. وأهم شيء كان بيناتنا الصراحة، لأن ما في أحلى من الصراحة. فمشان هيك ما رح كذب عليك، أنا اليوم كنت فايتة على التراس وشفت أحسان معه وحدة وغمرة وأنت قاعد معهم. وليش ما فتي؟ كان بدك عزيمة؟ لا مش هيك، بس ما حبيت أحرجه إنه قاعد مع وحدة شكله أطفى من شي كباري، مش حلوة مني هيك حتى عينه. لا لا، مش بنت كباري أبداً، هيدا بنتها لداليا حرب، صديقتها للست منى، كانت مسافرة ورجعت. وبيناتنا شكله في انسجام كتير كبير بيناتهم. إيه هلأ فهمنا ليه صاحبك بطل سألين عن نسرين. إيه اللي مثلنا طالع عنا، نسرين مش قد المقام. أكيد بدي أتعرف عليه، لكن عظيم ليلى بشوفك هلأ بلولا لنادي. يلا أرفض. شو بك؟ شو في؟ مش عم يطلع بإيدي شغل يا داليا. هودي دافيد ودليدا عم بيضلن يبرموا براسي كل الوقت، لازم أحكي معه تأرتاح. ما بيصير هيك عمى، كل ما فكر فيهم بصير أرجف من السم. أنا زعلانة منه كتير، إنه رجال مثله ليش بيعمل بحاله هيك؟ لك عم يتصرف كأنه مراهق، ما زهق من النسوان؟ أنا رايح لعنده ناطره على الباب ليرجع، بدي أحكي معه. عمى تارك شغل وداير هو إياها ما بعرف وين. فرجي، بدي أبرشه. روق، منى عزمتنا على العشاء، ودافيد رح يكون، هيك تاخده على جنب وبتحكي، مش أحسن ما تروح تنطر على الباب؟ ما عندي خبر في عشاء، ما قالت لي. بعدها هلا مسكرة معي، وقالت لي لحتى أعزمك. طيب وشو المناسبة؟ بدها تعرفنا على كريم. إنه كريم صار من العيلة؟ مثل ما هشام صار من العيلة كمان؟ رجعنا؟ لا عم بمزح بس لأنه بيخلق من التشابه والاهتمام 40. ست نسرين؟ ايه تفضل. وسيم باكي بتشكرك على الورد وبيقول لك انه حابب يشوفك بعد ساعه عنده بالقصر، شو بتحبي نخبره؟ طبعا قل له بيشرفني. طيب بعد ساعه بالضبط رح خلي الشوفير يمرق ياخدك، جهزي حالك. ميرسي. افو باباي. مش الحال يا باشا. ليك طارق، أنا بدي خبرها لنسرين كل شيء. خلص خليها تعرف حالها بقى، تدبر لها شي خواجة من مصر، حاج ناطرة لإحسان. فهميها أنه إحسان مش وارد يرجع على هالأجواء أبدا، عنده شركته مشغول فيها، يعني سهر وطق حنك ما بقى فيه. بس نسرين ما بدها تحبه يا طارق،
بعدها بتحبه معلقة فيه لعن الحب شو بيزل. عاجبة عفيفي حبه وغرامه وخلاص، شو عم تحكي انت؟ هلا بدك تقولي لي انه فيفي قبل ما تعلقه لاحسان كانت نادره العفه والطهاره؟ حبيبتي نسرين ما في اشطر منها بتركيب الترابيش، شغلتها وتقنتها ما بينخاف عليها ابدا. ايه هيك معك حق، تقنتها بس البنت قلبها طيب وادميه. واكبر ادميه، وبتكب احترام شمال ويمين. امتي بدي ارجع اشوفك؟ بشوفك هون، ما بدي اسهر بلا احسان. طب ما تطول علي، مش تقتلك. وقت بدك انا جاي. انا بالاوضه. صار لنا فترة مع بعض وبشوفك كل يوم تقريبا. بقولوا انه من يوم ليوم بتتغير الدنيا. رأيك شو اللي تغير بيناتنا؟ زاد اعجابي فيك وزاد احترامي لإلك وكبر احساسي تجاهك. واليوم يلي ما بشوفك فيه مش بس بتغير علي الدنيا، بحس حالي صرت بغير دنيا. برأيك نحن وصلنا لأول خطوة حب؟ أو بعدنا غرقانين بالمشاعر الإنسانية تجاه بعض؟ في أجاوبك عن حالي، أنا غرقانة بمشاعر الحب تجاهك، حب صادق ونظيف ما فيه ولا وعود ولا ارتباطات. بحبك مثل ما أنت وما في محبك، أنت حبيبي اليوم وبكرة ولآخر العمر. ما توقعت أبداً أنك تكوني هالقد واضحة وصريحة ومباشرة. لأنه ما بدي منك شي بالمقابل، ومش متوقعة تتجوزني لأنك مرتبط بوعدك لأميرة، وبعرف كمان إنه أمك ما رح تقبل بمستويي، تعتبرني مثل نسرين يلي خبرتني عنها. منشان هيك بفهمك وبقدر ظروفك. مرحبا يا بك. أهلا نسرين. ميرسي. بالعادة أنا بهالوقت بحب أشرب كاس من مشروبي الخاص مع السيجار. إذا بتحبي تشربي معي تفضلي، جربي. إذا ما حبيت المشروب فيك تطلبي بدك إياه. بالعادة ما بشرب شيء ما بعرفه، بس كرمالك رح جرب كاس. على طول في أول مرة، يا منحب ومنعيدها يا ما لا، ما هيك؟ رح تجربي ورح تحبي ورح تعيديها. بس أنا ما في أتعود على شيء وبالآخر ما يقعد فيه أتركه. دائما بالحياة في بديل، تجربة اكتشاف، والاكتشاف مغامرة، والمغامرة متعة. أنا ضد الالتزام والانتماء، أنا دائما مع التغيير. بس حسب ما قلت لي إنك معود بهالوقت تاخد كاس، يعني الشغلة صارت عادي عندك ما فيك تغيرها. عادي قابل للتغيير بكل لحظة. بشو بعدك عم تفكر؟ فكر قد ايه انا بحبك. كيف كل هيدا الوقت ما قدرت لا صارحك ولا اقول لك؟ مع انه هيدا الحب كان جواتي عم يكبر وعم يقوى. بس يمكن لانه انا بالوقت الحاضر ما اقدر اوعدك بشيء. فضلت اني احبك بصمت. لحد ما صير قد هيدا الوعد. واهلهم الحب. وانا كمان. عم بعيش معك أجمل قصة حب بحياتي وما رح خلي هالحب ينتحر. حبيتي قبل؟ أنت أول شاب أقبل أتواعد معه، وأول شاب كون معه لوحدنا، وأول شاب حبه بنغرم فيه. أحسان، خلي الحب اللي بيناتنا نقي ونظيف. ما تفكرني معقدة أو دقة قديمة، بس أنا بحاجة إني أحط راسي على كتفك وتمسك لي إيدي. ما بدي تفهميها أكثر من أداة للتعبير عن اللي عم حسه هلا. أنا كمان عندي نفس الإحساس، بس عندي غير أداة للتعبير. شو بتعمل وسيم بيك بالحياة؟ مصاري. واضح ولو قصدي من شو الواحد بيعمل كل هالمصاري. انت بتعرف عنا بلبنان انه اذا ما كان الشخص اصله غني
أهله مورتينه دغري بيتهموه إنه عامل ثروته من ورا التهريب. عائلتي من الأساس معهم مصاري، والتهريب عادة تهريب الممنوعات مش غلط. آه فهمت، بس بتمنى ما يكون سؤالي ضايقك. أبداً عادي، حقلك تعرفي عني كل شيء مثل ما بحقلي أعرف عني كل شيء. أنت اللي بدك يسأله، أنا مش مخبية شيء، أنت سألني وأنا بجاوبك. مش هالقد، اعطيني فكرة عنك وعن شخصيتك. بحب الفن والأضواء والشهرة، بحب صير فنانة مشهورة الكل يحكي فيي ويتقاتلوا علي المنتجين والمخرجين تصير بطلة أفلامهم. بحب المصاري، المصاري هي السلطة والقوة. قدي معك بهالأيام قدي بتسوى. خلينا بالفن والشهرة، لوين وصلوكي؟ وصلوني لعندك. هيك بلشت قصتي مع الماز وصولاً لمهيرة. مرق علي كتير بس ضليت عم بتطلع لفوق لمطرح ما تفكيري كان عم يرسم حلمي. وشو أخبار قلبك؟ لازم يضل مليان مثل كاسي. حبيت وانحبيت، بس إحسان نجم كان الشاب الوحيد اللي انغرمت فيه. شاب غني، حلو، ذكي، كل مرة بتشوفه بتنغرم فيه، بس هو حبني أنا. بس للأسف في ظروف وقفت بطريقنا، طلع ابن أمه. ما بعرف لهلأ إذا تركنا أو بعدنا، بس بعتقد قصتنا انتهت. بتصير نسرين، بتصير تخلص قصة ومنبلش قصة جديدة، ولا يهمك. تفضلي. يلا شير. حابة أعرف كل شيء عنك. ما في شيء محدد، حياتي كلها معارك. هالقد مربي أعداء؟ مع أعدائي ما في إلا معارك صفقات، وبعدين بيصير في صلح. كل معاركي مع أصدقائي. ما فهمت. لما بتنجحي بالحياة أول ناس بتكتلوا ضدك أصدقائك، وبعدين الناس اللي أعطيتيهم من ثقتك ومن حالك، والباقيين بيغدروا فيكي لأنه الغدر بطبعهم. عجبك يا أبو النار؟ شفت حظه لخيك الشحرور شو عاطل؟ ولا عاد انقتلت البنت بس لحتى ما استفيد بقرشين رجلش فيهم حياتي. وانت لشو عدم ما دغري بعد برقية نعية؟ ما كنت نام شوي على الخبرية اسحاب منهم قرشين وطقهم إياها بعدين. من عقلك وسيم باكي بينضحك عليه بهالسهولة؟ بعدين أنا قلت يعرفوا مني أحلى ما يعرفوا من غيري، وبيني وبينك الجماعة كرموني ما فيني أقول لا، بس أنا طيرت كل شيء بشهر لحتى ما بقي معي ولا قرش. ها هلا على شو إلك ساعة عم تشكي وبتنعي والخبرية من شهر وهلا عم تعطيني خبر؟ الله اليوم لثقبت ورجعنا التقينا، بعدين قلت بتكون عرفت من شي حدا أو قريتها بالجريدة. ما حدا خبرني وبحياتي ما فتحت جريدة. والله زعلت علي يا صبية حلوة، كيف راحت بشربة مي؟ ما حدا بيعرف كيف انقتلت. هيدي إذا ما وصلوا لها قبلك وصوحوها. أخي هودي الجماعة منن جماعة قتل، هودي جماعة تهريب الماز وسلاح. بعدين أبصر هالبنت شو بتكون عاملة لحتى قتلوها وعذبوها وشوهوها ونرمت بالشارع بهالطريقة. وسيم بيك شو بيعمل غير تهريب سلاح والماز؟ وسد بوزك اصحى تقول قدام حدا انا قلت لك هيك. وشو قصه ملك زهران؟ ليه طلبت من احمد يعطيني صورتها ويسالني عنها؟ ملك زهران كانت تشتغل عندي، وكلتها بمهمه واختفت بظروف غامضه، بهمني اعرف وينها. هلا هي انسانه عاديه ولا بالنسبه لك اكثر من عاديه؟ فيك تقولي انه كانت بحاجه لي، بنت بلدي وقربتها مني زيادة عن اللزوم. وأنا كمان بنت بلدك وبحاجة إلك، بدي إياك تساعدني لو أول مرة بتشوفني وبقعد معك.
شو فيي اخدمك؟ ما بدي كمل الكونترا مع مهيرة، مش طايقة جو الكباري هونيك، وانت فيك تساعدني بعلاقاتك، غني بكباري تاني او ارجع على لبنان، لانه المدام اخدت لي الباسبور ليخلص الكونترا، وانا لكون صريحة معك بدي اتعلم منك كيف بدي اعمل حرب مش بس معركة، بدي اكون سيدة حالي. بهنيكي يا مريم، أذهلتيني بالحكي يلي قلتي له إياه لابن نجم، فعلا أذهلتيني. هيدا الواقع يا جنات، أنا بحبه وهو بحبني، وحبنا ما في قدامه إلا أمل واحد، إني أنا أكون أميرة حرب مش هي. خلص حاج تزهليني، أحلى ما أعمل أزعرينا وكب حالي على البلكون، بكفي. طب لو كنت محلي، شو كنت عملتي؟ كنت لفيته بورقة كادو وديته عند أمه. وحتى لو قالك إنه بحبك وبالوقت الحاضر ما قادر يوعدك بشي، ما بتعطي شوية وقت؟ لا، هيك بيختلف الوضع، بهالحالة بطل شو فيه، بصير قادر يعلن هالحب. جنات وثقي فيي، أنا عارفة شو عم أعمل. وهو كمان عارف شو عم يعمل، وبتكوني بلا عقل إذا بتوثقي فيه. شيرز يا جماعة. شير صحة الجميع. أنا وأميرة رايحين كفي سهرتنا بالحمرة، إذا بتحبوا تروحوا معنا أو إذا بدكم تلحقونا. روحوا حبيبي، روحوا انبسطوا شو بدكم فينا، بس ما تتأخروا كتير. ما رح نتأخر ماما، رح ناخد شي على السريع نعمل برمة ونرجع. أوكي هني بوصي قوليني أنا حبيبي. يلا باي. الله معك كريم، تبهلي عليا. باي باي. أخ، إيه سيد كريم، خبرنا. سيد نادر، خلصنا اخبار عن ابن نجم، واوعى تكوني عم تفكري بشي خبريه ثانيه عنه، بكفي لليله. عم فكر بداليا حرب وبنتها. ليه بقى شو فيقك عليهم؟ دايما بفكر فيهم بيني وبين حالي. ليه؟ لانه بتجوز عليهم الحسنه؟ ولا مشنطلين على الطرقات؟ ولا لازم نعمل لهم لمه؟ ولا مقطوعين من شجره؟ ولا كل ما فكرتي بابن نجم بيطلعوا بخلقتك؟ عم فكر شو بدي اعمل فيهم، كيف بدي واجههم بيوم من الايام، وشو بدي اقول لداليا يلي بيسمعك بفكر قاتلين لك بيك ومقشطينك امك. امي مشلحتني امي، بس عامله وحده تانية بنتها. كيت حذريني وحده تانية. هيدي حزوره يا جنات، وما حدا غيري بيقدر يحلها. بالحقيقه يا سيد كريم، بحس الواحد انه بيعرفك من 20 سنه، حديثك حلو ونظرياتك بالحياة والمجتمع مقنعة، بس مع تحفظي على نظرياتك بالنسبة لحياتك المهنية والعملية. القلوب شواهد سيد نادر، أنا حبيتكم واحترمتكم وسعيد جداً بمعرفتكم، وإن شاء الله تكون هالصداقة تغير لي شوي نظرتي بحياتي المهنية والعملية، لأنه أنا من ضيع بالأوهام عمره. قصدي أنا من ضيع عمري بالنظريات، ولا مرة قدرت طبقت ولا نظرية. أنت قاعد مع ثلاثة مدمنين شغل، عندك 40 يوم، يا بتصير منه أو بترحل عنهم، ما عندك خيار تاني، نقي واختار. هلأ مش 40-40 يعني، أنه فيك تمددهم شوي إذا بدك، من بعد إذنك ست منى. كرمال ما أرحل عنكم، أنا مستعد أن حكم أشغال الشقة مؤبدة مع التنفيذ. شفتوا؟ شو بدكم أكثر من هاي؟ الله يخليك، عمول جهدك وخدمني فيها. ما بيناسبنا أبداً إنك ترحل عنا، خصوصاً أنا. يعني بتمنى إنك تبقى عنا، لأنه أنا كنت أعزب على أرملتين. هلأ صرنا اثنين باثنين. دافيد قدم استقالته من الأرامل، وبهالأيام عم بيرك على المطلقات. اي بس ما تنسى هشام يا نادر، أعزب ومكتر. قولي هداك الله يكتر من أمثاله. وينك معلم؟ برمت الأرض عليك. اليوم شفت شحرور بالقهوة وخبرني إنه لقيوا ملك زهران مقتولة. والله زعلت عليها، ما كنت حابب خبرك بالموضوع لأنه بعرف قد ايه كانت غالية عليك. الله يرحمها.
تعيش وتاخد عمرها. يا عانا كانت مثل اللعبة. بالوقت ما تركتني هالبنت ضاعت وبلشت تتخبص شمال ويمين. أبصر شو عاملة حتى صفوها بهالطريقة. خلص ما عاد ينفع، الله يرحمها. وأنت ليه ما خبرتني قبل؟ ما اليوم لشفته لشحرور بالقهوة وقال لي القصة صار لها أكثر من شهر. أكثر من شهر؟ وليه لهلا بعده عم يحكي فيها؟ عم ينضب بحظه، لأنه لو يلاقيها طيبة كان سلمها للجماعة وقبض من وراها بوصة كبيرة. المهم هو ما يكون قاتلها لحساب حدا تاني، لأنه الشحرور ما بيتأمن له، بيكون قابض على راسها مرتين. ما بيتكذب عنه شيء، وهيدي توحة صار لها مدة طويلة مش مبينة، ولا عم تنزل على البار، وما حدا بيعرف عنها شيء. ولولا طلبت مني أسألك بركي شفتها بشي بار تاني. مدري من أيمتين شفتها وقالت لي إنها تعرفت على شاب فرنساوي حبها وحبته، وطلب منها تترك الشغل وتسافر معه. يا الله ما عاد وليبة، بس على القليل كان لازم تخبرنا. بدها تكون سافرت هي وسكرانة. المهم هلأ خبرني كيفك أنت والست فحم؟ مثل معلمة ديك. عجبتني. سلام. مع السلامة معلم. تفضل. كيف الإيد داليا ونادر؟ شوكم كتير حلو، نقي ونظيف، ما في مجاملات، ما في عقد، ما في أقنعة، ما في كذب، يعني عفوي طبيعي. مثل ما قلت لك ما في عقد أبدا. ما عنا عقد إلا من بعض الناس اللي بنلتقى فيهم بشغلنا. شي بخوف عن جد، ما بتعرف إمتين بكونوا بوجههم الحقيقي وإمتين بيلبسوا وجه جديد. هودي الناس اللي عم تحكي عنهم ما التقيت إلا فيهم، ما كان في يصير مثلهم، بس ما قدرت أطلع منه لأني تعودت على هاد الجو. بس كيف بيقدر الإنسان يطلع من ذاته؟ ما حدا بيقدر يطلع من ذاته إلا إذا اضطر يتلون، وهون لازم يكون هو الرسام وهو اللوحة وهو اللون تيقدر يواجه الوجوه اللي بده يقابلها. بعد اليوم ما فيك تكون حبيبي.